بسم الله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منها، من أحوال أهل النار ومن أحوال أهل البدعة. كتاب كان كشيكين هي كورنا منها هي للتوجيهين هي نهاجها هي حكمت هي فائدة كجرته أروك قادرين إن أبغاني هي صدقات أما الصدقات واجب كذا زكاة، أما زكاة المال، أما زكاة الناس، زكاة البدن، زكاة الفطر، زكاة الصوم، تذبحي ويا قنان، يطرح حولها مالك الله يذبحيه، نول يا مول، من حولها كان كيس النول يا كان نول، وسال لك يا راشد كي إلا ما نول، وحطنا لنا مال ما نشتري له. يا أصلًا قوي كيس النول على حاوي كمية هاي المصروف كي غيرك. قرابتي حرير تاني ما لا أباهن وإلي إلو جديني من حولها لغا صوش قيصة حتى نالي قبحية ويشكي الله وطلق علي بإخلاص النية. باب كاسا يا صدقاتك نوعين سكن دون أيانو تحت إنو مريا كوكو جري وحا إنو قبل قبوبة هي عشر كي أقدم بي صدقات الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك قال وحول أنس وقادم رسول الله أنس بن مالك وعن الأنصار توسلوا أحد بين رسولك وحياة رسولك وقدم بيت طبعا توسلوا قدم بيت أي رسولك وقد بين أي لما تني ما لا سجن إلا صغار طبعا مركي رسولك غير يقول هي للعالم ومفتي دين تقنوا قوامين نوها رسول كنا ودعي عمر الدير يا مال يا أولاد أيو أنت إلى ودعي يا رسول كنا ودعي إلى هنا وأقبل أصحاب نرد يوجد بيني غير يهان عمر الدير أيو كمدها بقول إلا سلاشر يشل إلا بقول يا طبعا بقول يا لواتن يا رواية قاركوش يا إنه عمر يسقار على أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم سبع تضوء تضوى والحا تضوى الشيء يقول الرسول تجري ويسعوني سوى صدقة جارية ويسعوني سوى قفك أجر كوضوى وسعوني إياه تضوى لا شيء قفك يسميه نقم أولي ماله للعبد أدوك ويؤدني إليه حتى بعد موتي مركون انتك بعد إلا قيام الساعة بعد موتي ووسعوني إياه وهو في قبر حياتنا يأدون يدن أكواني إياه حياة البرزق وحياتنا اللواني بني آدم ما شاء الله وعلي الوسيم مره يا غطراس الوكو ياي نحد الوكو ياي وقبر يوبر زقياوية وحي وقبر يا وكذا كل ما أمو أحد هذا وهذا اللي هيا شان يا خير تدري ويدري الإنسان العبد بعد موت مركون انتك بعد تضوى ذا الشيء والحال هو أدوم كاسو في قبر يا قبر يسوي كسو غي وكتشرة أيا وصعنا يا من علم قفك برا علما علم برا قفك علم انتو برته وعلم برا حديث كان حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه يعلمه للناس كيدينكم خير بدل وإذنكم فائدة بدل عمل وقبتنا وكسر الشقين انت في حياة في حال حياتي انت نولا وكسر وقبت وقفك انت علم القران برته قران كاسين ودات كسني بر اما لفتي انسان اما لفتي هي معني ونجران بروية بإخلاص النية وعلمه انت علمي القران كي لا يبرت العلم روح أبيه هو يصلي يقول إيه قرآن إبرشنيس
dadka sii bar, dadka uu sii bar intay sii faafinayaas sii baranayaa dad sii barhayaan ajirka waa u socdaa. Oo kanaa qodo nahran ceel ama webi ama war ama balli xaaxeed waba waxay u yaqaanaa meel biyo fariis biyo xireen sameeyo oo ceel qodo ama war dadkana waqaf uga dhiga aan isku koobi ummadda oo dhan waqaf uga dhiga asigana ajirka wuu soconaya bacda mowti asagoo qabriga isku jira oo ama xafara qoda nahar biiran ceel kan hore inuu webi ama war yahay yaan dhankadkana biiri uu yahay ceel oo xafara qoda ama kasadxa qodobka saddexaad biiran ceel oo waqfo qoyskiisa iyo reer gaar ahaaneed iyo aanan ku koobin hadduu ku koobi hayo dad gaar ahaane agoomada iyo agoonta iyo masaakiinta iyo garoobada iyo ibnu sabiilka iyo wafii sabiililaahi iyo kuwa ayaa inuu ku koobo. Haddii kan ummadna oo dhan gaar iyo islaam ugaadha wax kasta waa inuu u waqfa cid ka xin yeeli jirin uuna cid gaar ahaane ku gaar yeeli waa ka afraad oo qanasa wuxuu tallaalay naqlan geeda timireed ayuu tallaalay istaajiyey beeray ayaana u waqfa qof kasta ha ka cunuya timirta. Oo amaa banaa dhisay kan shanaad masjidan masaajid buu dhisay masaajid adduunye iyo wixii ama waa inuu udhisani xoola aad ku qaadan xoola aad ka sameysa faa'iidaha kaa soo gasha dhaqaale aad ku hesho mishaarha laguu siiyo mishaar dad kaga qaada faa'iidaha kaa soo gasha dhaqaalaha kaa soo gala ee lahay ujeedadii iyo danta uu dhisay ee tahay fii sabiilillah ilaahay darteed oo banaa dhisay masjida masaajid oo waqfi asigana ajirkii waa u soconaya oo warata dhaxashiyay mushafan mushaf kitaab qur-aan ayuu masaajidki ayuu ku waqfay oo uu dhigay waqaf akalaa oo taraka waladan ama owlaad buu ka tagay wiil iyo gabar wuxuu doon ahaa dhamma ahaa isku jira caruur buu ka tagay walad buu ka tagay yastakfiru lahu cunug usoo duceynaya aabihi istiqbaal iyo dambi dhaaf u weydiinay bacda mowti markuu dhinta ka bacday yastakfir llahu ilaahay dambi dhaaf uweydiinay inuu ilaahay ugu dambi dhaafo waalidiintiisa waalidkiisa cunug dambi dhaaf usoo weydiinay ayuu uga tagay adduunya todobadaa way u soconayaa. Rawaahu bazaar wa abu nuceem fi lxilya saas weeyaan todobada way u soconaya. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي محمد ليس صدقه صدقه مجر حديث كان هو صحيح لغيره ويا وشواهد كان يا حديث كان يا حوج او صحيح لما ذاك قال انا صحيح لغيره ويا غير كان صحيح كن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي محمد ليس صدقه صدقه مجر لا اعظمك وين كاجر بنا كاجر وين اجر الحق اجورنا من ماء بيلا وقفا انا هيا ورا هيا balle haya biyo intaa sameysa biyo xireen sameysa ceel qod aad dadka ku waqafto oo la waqfo ajir lala bax oo ka weyn ayadaa ma jirto ma jir wax ka ajir weyn inta ajir laga raadiyo tawaab laga raadiyo biyaha oo dadka la biyo waa noloshii dhamme lagu nooda la-aantood iyo nolol jira lagu dhaxaara qaada wax lagu cuni wax lagu karsanayo lagu qumaysanayo wax kasta wax lagu nadiifinay. Rawaahu Bayhaqi waa soo saaray xadiidkaas isagana waa saxiixu liqayrihi weeyaa saxiixu liqayrihi weeyaa. Waxaan Anas ibn Malik radi allahu canhu Anas ibn Malik anna Sacad ata nabiya nabigu u yimi sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yaa rasuulallah rasuul allow rasuulkii allow rasuulkii eebbow inna ummi hooyaday tuwaafiyad
waa la oofsaday, ruuxdii baa laga qaaday, way geeriyootay, adduunyada way ka tagtay. Tuwaafiyaad waa la oofsaday, waa la geeriyeeyey, way geeriyootay. Walam tuusi ma ayna dardaarmin, wax ay dardaaran xoolaheeda iyo hantideeda ay ka dardaaran baa suubisayna. Ma ayna oo mowtu fajina ku dhibatay, ama ma ayna dardaarmin, wax dardaaran mayna sameynin. Afa yanfacuha wax ma taranhaya wax ma tarahaya ma anfacaya an atasadaqa canha inaan ula niyoodo oo aan wax ka sadaqayso sadaqada aan ka sadaqayso wax ma u taraysa. Qaala nabigu wuxuu yidhaha nacam. Wacalayka bilmaai waxaad ka sadaqaysata waxaad ku dadaashaa biyo ceel intaad qabtid u waqaf ama war meel biyo xireen waqaf ugan in hooyaday ma u waqfay wax loo waqf walla sadaqaysta biyaha ugu fadli badan biyaha ku dadaal saad ugu waqfin adugu sadaqaysana bilmaai biyaha aldaayin. Rawahu Tabrani fi Awsat warwaad muxtaju bihi fi saxiix xadiis saxiix weyaa sanada aad inta laaishin ku soo aroortay biyaha ugu fadli badan xadiidkani xadiidka horeeyo. وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن أمي هو يدي سعد بن عبادة ماتت وي غيريون فأي صدقة أفضل صدقة أوقف لبدر وهو أجر بدر وولدك صالح هاد نفير وهو يدوح صدقة سليم والدك إن أمي هو يدي ماتت وي غيريون فأي صدقة أفضل صدقة لبحية أوقف لبدر. قال النبي وحي الماء بيو بيو غفل بدن. فحفر بئرا على وقال وقال محوي هذه لأم سعد انتو عيل قل أي محوي تن عيل كان وحايس كان وأجر كان أجر كان وأكوانت آخر وقل عيا وصعنا يا سعد هو يدي أساس هو. فحفر وقال سعد بئرا عيل وقال سعد بن هذه لأم سعد مأسونات أجر كذا. رواه أبو داود واللفظ وابن ماجه وابن خزيمة في صحيح. وابن حبان في صحيح ولفظ قلت يا رسول الله أي صدقة أفضل؟ قال وحوس أي الماء بيا ورا من تيده مال بيا اللعب بيتك عبان الله سميع السميع صوت وقف على هذا لا ورا هاي طلع هاي kaasaa ugu fadli badan ugu ajir badan ee sidaas leh. Taa weeyaan waa ilaahay sadaqa jaariya weeyaan oo socona dadkii dhiba baahinaya dhibaatada heysa ee ku baahi beelaxaya. Xadiidkaasi yana saxiix u yahay weeyaan. وعن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال محمد من حفر قفك قد ماء بيا بيا درت إنه بيا كفرنسي ورقض أما بيا حرير أسمي أما عين لم يشرك معه من عين كأسيا كبد حري بير بير أومن نفلي أومن أو بير صاحي أو نون كما أما كبد الحري مد بير كل الأصاحب أو نفط كجرت أو من جلي جلي ولا إنس إنس ولا طائر شمبر إلا أجره الله يوم القيامة إلا يبك أجر سينا مع القيامة وحن ولا أو نفط كجرت هدي بك عبان عيل كعسلة وبير كل الأصاحب أما بير كل الأصاحب بير كل الحري وحن لما نقول نفط أي كجرت أو نون. oo nool oo nafta ku jirto hadday ka cabbaan jinni ahaya insi ahaya xoola ahaya shimbir ahaya wuxuu doona ahaa ay ka cabbaan ma jiro oo ay ka cabbaan la arko ilaa haddii ba la arko ajirkii waa u dareerahaya waa u soconaya ilaa qiyaama adduunyadu ay ka dhammaato kasoo gabagabowdo. waa xadiis oo saxiixa weeyaan leeyahay
جابر بن عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وحول من حفر قفكي وقضى ماء بيق لم يشرك مع عبان ميرو عيلك عسل كبد حري من بير كل صاحب أما نفلي نفت كجر أما بير صاحب أما بير أمر صاحب ومن جل جل ولا إنس إنس ولا طائر شمر إلا أجره الله إلى يومك أجر سيدا يوم القيامة لا أيام أجر طوال الدنيا وصعنا يا إلى يومك أجر سيدا يا أجر يا حسنات من الله وقولها يا رواه البخاري وصحيح في تاريخ وابن خزيمة في صحيح تاسوي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة قال وحي أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة سطح فرق سطح كوح سطح قف لا يكلمهم الله يوم القيامة ما أن قيامة إلهي هذا الحديث سكون هل معي هذا الفوضى مرة وهو عليه سيه وعقابه لا يكلمهم الله إلهي إلا هل معي ولا ينظر إليهم حقا ودنا مفيرنا ما إيه هاي ساو مجلعي ومتي موري مفيرنا إلا الحديث هو مفيرنا ولا يزكيهم ذنبي غير إلهي مقطع فول وما الذنب الكافي هاي بركة عذاب من إليه الله محاوصونا له ولا محاوصونا له عذاب أليم عذاب الله حوبنا إنتي للحوي لكل لي وحكو علبين أو عنه أو شيده دون حي كاسو إلهي جزاء وقدنك يا عباد قد إنسو لوين يهوي ولا محليهم ونقول مرتقاده نقول نوينا نقول حالينا يا عذاب عذاب أليم وحنون شيء كاكا أصد حد حوي ورجل نوي لبعض قال ورجل نوي على فضل ما يبيت لير وحاجة يسي وحيني سكبت كالصوحر وفيستو عيني ورعي وحيدور العالم بفلاة ميل بحقويو صحراء او دزرت او دور مغاني ايه بيه ايه احبا نظر ايه لقول وقرح تلاقي نلقى وحب حي اوجر بفلاة نميل هوي الكاتر ويان غير قوان بيكو هيستو يمنعه ابن السبيل ذاتك ابن السبيل مسافرين تا ودينا هيا احبا انكر سينين أي أمر ما يقرأ لهم كعشة إذا إن الحديث كما في رنهي هذا الحديث كنا حل معي دم بقون رمي الدافع على أعلم يعني زاد في رواية يقول الله إلهي وحو أرهي الله قفكي أصيحة وسيدة سمي عن يوم ما نعم نعمك أنك عشة لا يكون ديدة هي فضلي إرساقت لي يا فضلي يا رحمت لي يا فضل إليك أنا ما تلقى قد يسابر كأدوين الجوء وحي أدوان بالكينيس وسهاشينيس وسسينيس إسلاهاشينيس أنا قلت أنا سميست أنا مال كيك إنكشت أنا حوك إنكشت عد إلا قيب سنيس أمال أدني جرت وتدخل كودينيس أنا أنا ما أدوح عن كودينيا فضل إليك إرساقت لي يا رحمت لي لانكا قد إليا كما منحنا دي وساد كودينيس فضل ما لم تعمل يداك وحال حوق قال يعني يمر قال يا ابو ثاني حيره ثاني من على خصوصا رن وانا اكوف زي اكوك عنكني اكو سهل حولها يا حنتنا يا علمك يا عقلك يا كرتك يا فرصتك انت وحال انو ان كو دقيقات يا وحال ادوك يا سد وادو سمي سد انا هين حتى انا ادكو بخيس ادك ودي نعمني أنفسي أنا ما أدري نعمني من يفضل جاي أيان كاره ولا يان وأرهي عذاب كان وأرهي من أعوذ بالله رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه حديث حسن صحيح ويا خطرت إيه ذا أنا وإلهي أنفسي والله بخيله ومت نقول لي بعد تيسر لو قول رواية لغا خيبتو وحل لغا كل محل وعن رجل ومن المهاجرين ومن أصحاب النبي كم صلى الله عليه وسلم قال وحلو
أصحابي غزوت دولاب بار الراعي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دولاب أيار را أسمع ما نقول نجي سنة رسول كوش مسلم يقول وحنا يا رسول المسلمون مسلمين ثم ستة حدود أما 3 ستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ستة حدود لا يا رب أسمع وأنا ستة حدود مركز عن كم مقنعي يقول رسول الله أنا مسلمون مسلمين وشركاء وحي شركاء كلهم يا ولد وداعي يا ولد شركاء علينا يا ولد طيب سنة كم ولد حي في 3 ستة حدود في الكلاء الداق الدوق يا راح وروح الداقان وكم ولد حي والماء بيه وكوالا تحية إتقال حالي سوكان يريس أما عشريس مجرد أولو أقول شرع أولو لا يوكل والنار ضرك سطح ده وهو ده الحديث الصحيح أولا سطح ده وضرك المسلمين شرق من كلهم وكوالا تحية إتقال قال حالي قال أولي يا إيمان أولي أولي وعشان كرتو وفرس خطرت يا دلال ودق يبيع يا دق سن حديث صحيح وي الترغيب في شكر المعروف جعل نيسي لس جعل نيسي يا أمر ليس أمر نسكبوري شيء معروف إلا سيغم حد عليه إلا سيغم شكر سيغم عنه يوم مكافأة فاعل معروف كأي وراء يقف كو سميه كما أبعد قده أما وحي وقل سيد بدل كيسا دعو عيس أما أدو دعو عيس دعاو وأبعد يود دعاو الله إلا ود دعيه أما الله ولي واتسي قدر يوما جاء وحي خصوة أروري والدليل في مد لم يشكر على كتور ما أولى إليه وحي أصيى لسيين أما إلا ياسي أما قفه وشور يواسي قف كان كشكر أما بنعمة ربك فحدث وياه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله قفك إلهي ما ينقل وإلهي درتني إيه من قلي إني إيه بدبالي وحكا عبساني إيه عول عرساني إيه من قالوا إيه بدبالي إني إيه فأعيذوه بدبالي هكودي دين إيه بدبالي هلا بدبالي هلا بدبالي هلا بدبالي قفك عصر وما سألكم قفك يدو ويسيس بالله إلهي وحي إن كنت ناري وإلهي وحي درت وحي دي ويدي إلهي درت وحي إيه حرير أو وحي إيسي إلي ينا وحل إيسي هلي كالما ينا فعطوه وحي عده يسان وتمرتين لعسي ودوو الدان أو الدين دينا وما سألكم قفك يدو سؤال بشيء بالله إلهي اسمي إيسي إذا تليس يفعاشي وحيد كوي دي صايد كو ناري فاعطوه سي ومن استجار بالله وفكي إذا صام ما ينقل إذا كو على فأجيرو بدبادي ما ينقل ومن أتى إليكم وفكي إذا يمان إذا لي مال معروف وحونا أغنى عن العلم حوالا ترى وحكست وأنفعي نصيحة معروفة وحونا فكافئوا أبا القدر فإن لم تجدوها حتى الهلين وحد أبا القدر والنقارة عن علم فادفعوا له الدعي حتى تعلموا أنت ذو أتنان أن قد كافأتموه إلا إلى ذو أبا القدر أبا القدر إلى ذو الصوب بسير أبا القدر إلا ما أتكوا بسطان أتكوا قاتان وأبا القدر ولد هل هو أبا القدر شيف على الأقين رواه أبو داود النسائي ولفظه ومن حطه في صحيح والحاكم وقال الصحيح وحديث صحيح أول وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي موسى ما نعطي يقف كي نسي عطاء سيسمو وفوجنا هنا بدل يوحي وهو أبا فليجز فيجزي به أو أبا القدر
أو أبالغ وعيون توقعت وشبل لدينا أو أبالغ فإن لم يجد دون هنين وحوا أبالغ فليثنها والدعي أما على والدعي فإن من أثني قفكي لعمان قال شكرا والو شكرا قال قم هذه قال له أبا أما فقد فإن من أثني فقد شكر وشكرا إياه وفرح إياه أما فقد شكرا والو شكرا شكرا ولي مالي قال شكرا وتذكر أبعاد أمنا أو حوسي ويكون شكريا وأم عن نقل ومن كتب قفك يا قرية وحوقف كسي أنا أدعيني أنا أبعاد قلني شب لينا لا أمص فقد كفر كفراء النعمة أي ولي مال نعمة عيانا كمون أبعاد عدل جواب كمون نيبل كمون بحل الجواب وأكون كفري ومن تحلى قفك اسكو قرحي صوابا إلى اسكو قرحي بما لم يقطع وحونا الله السيل اما وحونا قف سيل يراق هبل ما واحد السيل سواء ذات وقوف فعلي كل يا جميلين اما لو ذات دمر قول اسرق يا وحيني ذهب كان حالينا على عبتر وهذا الكادي اهل الكادي ذات قرابة وغيابة إن أسوه بيين اما يسوه سيل مركز اسلام نكالي اي حريفة اي لقب اي وحلال ما تكالي اي لكي اي كالي تي كالو لقب اي كلي ويكون يا جميل ويكون دريسة ويكون كعريسة لك أكون كعريسة ودقاء يا ربي ما نعلم حالة فرئية غير كحالة نافي إلا لا 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 وجيدا ربنا أترى أيضا عدنا يقف كذا حد آية قف إنه سوق الحي وعان الله السينين كان وحول من قرية كلا بس يثوب بيثور لو مر أو بين لقى بحش قف كل بس أيول 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 الدنيا أيول 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 المذيع كان وحول من قرية كلا بس يثوب بيثور لو مر أو بين قف كل بس أيول المذيع سواء نواب بين صو وحري هنا نواب بين رواه الترمذي وذنبي نوي على ابن الزبير وقال حديث حسن وقال وابن حبان في صحيح على شرح من عدو النفس له من أوني يقف في نفسه معروفة وحو ناكسة صحيح لغيره حديث كاس فلم يجد له أنه هنا قف في وحسي جزاء وحو أمال إلا الثناء دعائي أمان مويان ودعي فقد شكر شكر يا وحي سارة وفتن ومن كتب وقفك يا قريم يا فقد كفر كفراء النعم أي اللي يمد وحيون بيني ومن تحلى قفك يسكو قرحي ببعض أنا وح بين أو بعض أنا وأجري فهو كلابس ثوب ميثور لما مر أو بين أو كل لبس أي ولا من يحل صحيح لغير وي عسكر وفي رواية جيدة لأبي داود رواية أبي داود وري أبو داود وصاصر أو صحيحا من أبني قفك إلا سيه وبتذكر وحي إلا سيه حصة شيئه هم حديه أم قرسليك حمديه قفك سيين ألا سيه يا بني آدم سيه وكو شكري كو حمديه شكري يا للي معنى فقد شكر قفك سوء شكري ومن كتب قفك قرية فقد كفر وقالوا من كفاي نعم لي مالي محين الله مبارك يا رعي وقالوا 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 نعم وي حديث الله تعالى صحيح وي وي بس وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف وقفك وناك لا سمعي قال له أسمعي يا يقف بني آدم أسمعي يا فقال لفاعله فاعلك أسمعي أحد في أسمي إيرا جزاك الله خيرا خير الله كسي خير فرب الله كجزي فقد أبلغ أوغاري في الثناء الدعاء عمان ليش أقول دمبيسي أي أوغاري وهو أبال بني جزاك الله خير الجزاء الدنيا خيرا إلى خير الله كسي إيرا صحيح وحديث الأصدقاء
وفي رواية لمن أولى قفك لو أقول نمحي يا لصي معروفة معروف أو سيدة لتنيني إليها سيدة معروف وح معروف الله قال لو وحي فقال إلى الذي أسداه وحوهدي وهبي وحسي كيرا جزاك الله خيرا سنا كيرا فقد أبلق أوغار في الثراء عمار ماشي مقدم ماشي وعمار وأبال مقدم رواه ترمذ وقال حديث حسن قال حديث وروى الطبراني في صغير مختصر إذا قال رجل لقمة إلى لأخيه ولا جزاك الله خيرا فقد أبلغ أوغار في الثراء صحيح لغيره ويحدث ثلاث صحيح ثلاث كتب صحيح ولغيره أحاديث كما أي مرة وحي كل نقطة وكل صحيح ومن وحي الجلد وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال وحنا قال رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الإلهي وحي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله إلهكم ولا شكر من لم يشكر الناس وفي بني آدم أفكار كل شكر إلهي ما كل شكر هي أما مولا كل شكر قال رسول الله لا يشكر الله إلهي ما كل شكر دون إلهي ما كل شكر بل لم يشكر الناس أفكار بني آدم كل شكر أف بني آدم إحسان هي ولا كون سمي وح وناس ولي ما صدق إلهي خيرك وسي إلهي هكو برد أما وحي بدل أما أمور الدعين أما وحي بدل كي أمور الدعين قف كاس وقف كي بني آدم ها أو عوال أقلق وناجي وحسي ونا أدعين كم محد وهم بنيين وتهنيين بدل أعلن من الله إيمان الله ولا شيء قف كاس إلهينا ما كل شكر لله نعمك الصلاة والسلام صحيح هو حديث الأصل رواه أحمد وفي رواية فقال وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال النبي من أوتي إليه أفكي لو لي ماذا حقي معروف ومعروف فليكافئ أفكي هو أبا الكل هو الجواب أما الدعاء أما وحسن ومن لم يستطع أفكي أنا الأولي فليذكره أحس يوني اللوب أحس ها أما وإنما ذكره أفكي حس فقد شكر وحس لي مال يدعو الدعي لقفك يبن قال الله سي ولا أقول إن إحسان كل سمية فقد شكر شكر يدي أوقت شيء ناس ولو لي من ومن تشبع قفك إسكت نرقي إسكت نرقي بما لم يعطى وحان الله سيني وحاسي وحاسي هايسنا يبن وحاسي وحاسي يسي يبن لا يحاسي وحاسي يسي سي ها وأن نكتلل وحي وحاسي عبد الله هلب عار قضان الدون وحن قرن يقول ما راش النوع عاي النوع عاسا عنا ساعات فسك وعبين ول وفو روائنو كوهان وصاد كوك وعبين ول فهو كلابس ثوبه زوري كلابس ثوبه زوري لو مرو عبين لغبش عبين كسميس وفكل بسمقون مني رواه أحمد صحيح لغيره ويا قادم وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي محمد لا يشكر الله من لم يشكر الناس صحيح ويثن وكان الهي كشور ما لا يشكر الله الهي ما كشور بين وي الهي ما كشور دونه ما كشور وكان بني ادم ادم كشور اوالك وكذا وحديث صحيح رواه داود والترمذي قال صحيح وأساس وروي وحال ولي عبد طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال وحنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أولي معروفا قفكي معروف لو قلنا بحي الله سي فليذكرها حس قفكي قلنا بحي يولا اللوم يوكو جزار ها حس ها أما أنا أما أنا
فماذا كان وقفك حس أو حس كان لي معا فقد شكرا شكرا يعني نعمد الله سمي ولكن لو سمي شكرا يعني وقلت ومن كتب وقفك قال يسر أو شب لي فقد كفر وعلا وكفر كفر ونعم لي معا رواه الأولان صحيح لغير وياه وابن حبان ابن أبي دنيا من حديث عائشة لو هو لي وعن ابن عمان نعمان بن بشير رضي الله عنه قال وحنا قال صلى الله عليه وسلم ما لم يشكر القليل وحير الذي يوقفك عن كل شكر لم يشكر الكثير وحبذ انكم شكر يهدي للسيئة وحير قال لك الحمد لله ورنين ونعمة نعمة الدين والمال والأولاد وحضنان والصحة عثمان قف كان كل شغل الحمد لله إلهي وإيه نبعي وبر واقعزن ونبعزن ما شاء الله وحيدا ما قد ماني آل الدين لم يشكر الكثير لم يشكر الكثير وحبذ أنها الدين لسيه ما كان بهاد عدين هيا كل حمد الله كل شغل الله وما لم يشكر الناس أفكار بني آدم كل شكر لم يشكر الله إلهي إنكم شكر لي أفكار بني آدم شكر الله لأن أنا كم بعد الآن كل شكر لي إلهي إنما كل شكر لي نعم أقول سين والتحدث بنعمة الله نعمة إلهي الله شيء إيش شكر وشكر وياه وامحنا قوي وامحنا قوي وتركها نعمة الإلهي أنه شكر واي كفر قال لما وي والجماعة جماعة استعلا شر اسكو دوم لا شر ملك سوى لجين جيس شر اسكو قلب حرنا حرنانت قلب فرنانت نيس مانت اسكو المين اسكو والهند معروف كل اسكو قال ما يمكر كل اسكر ريم لا ولجير لا تفارو رحمة النحريس aya laga dheefaya laga faa'iideysanaya laga kororsanaya dadka ku soo dagayso dunida wada aakhira walfurqatu isqabiilaad isqabiyaanaysi isbahaysi iskooxaysi danaysi iyo ujeed isku bahaysi isku aanaysi waxay keenaysaa oo dadka dhaxle نحن إيه مستقبل إيه فوجة إيه ونقول إيسا إيه أجيد إيسا عذاب 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 ما نوكر رسالة ما دانا يا رير هملي طول بيلا يي هملي ما إسكو فكر إسكو فكرة نحاي هملي ما إسكو وحا عان نحاي عاي نحاي هملي ما إسكو قوسي إسكو فرير عان نحاي هملي ما إسكو جيد لي إسكو هدف عان نحاي تاسا ما أمت الإسلام كر بيال كست كو هيساتو كو حريساتو كد الله ستي لقد اللوم سمعت يا شرف يا قوات يا أول يا مرع يا أنت والقوة يا ونصيب الروي وحديث حسن وصحيح ويا رواه عبد الله بن أحمد وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال المهاجرون مهاجرين ما وحي إيرانه سو جديا أي إيرانين يا رسول الله رسول الله ذهب أنصار أنصار وحين نغا بصدين وحين نغا نتقين نغا لغور مرين إلهي نغا نوادين أجرك نغا بصدين بالأجر أجرك كله أجرك ورنب ما يغا قاتل أولا وليد ملكي ما رأينا منان أركي قوما قوم أحسن كونا أكمل بدلا إيبتان يعطيانا لكثير وحبذا لديه وعين الله من الأنصار ولا أحسنك ولا أحسن مواصلة حرير يسونوين يقرأ القبشان في قليل منهم قوان حتى وحيا هيس وحقوان أكبر ووحبنا هيسا حق إس حرير أما أقول نقاري سيء حريرها يحسان وسمينا يان وحلا من منانا ولقد كفونا وين نغا كافي وين نغا في الله
المؤلف فقال بيلك وحكس وحال جالس كان يمين وحال عنا وحال أركو يبسل له وحال وحكو قبسل له أنسكو دبر له أنت وعي لا نوقف الله تير إيه قال كين لو إسلام قبل الله وحاس قبل ويرا نك مهاجر كان غير كان كوكينا يا إسلامه سيكو قد حق النظافة حق قروح حق الدماء أنكستو أيام كوفو لمركة عندي لما يستنقوص أنا أنا ما أكون لقبي ما مع حوم إيه وحد إيه حيالات إيه سياسات إيه لغا أفضو ولا إيه ولغا خيامين إيه لغو أفقم في الحياة إسكت ناف تواسو قبع إنو يرا تنهيم ما يكون في عنتم ويرا وكوفو له وحوالي إيه النار إيه وكوفو إسكت ناف إسكت ناف تادي بالله بحسن كيرين كيرون القبع بيني ما أروح الله شغل متو أو روح الله كي يلا نعيش تساس ويا كويات هذا هي كبح لكن إنت أسوك مقاي مصابين ما مصروف كان ميال ملجو هذا هي كبح أبي واحد جرين يا وح الزور هذا يلا يلا واتصق نهيجوش أما أراكو عسير أراكو وحيني أنا أن ذهب عن كاسة ميني الكاسة أقولي كأيات يسألوا كان كاريني أنا أن الدنيا لا جنة كنت يوم كنت جنيا يعني وح حيالنا وح أليس قال النبي أليس ميون أهل عمركم ميل إن لم كنت بونين إن كنت بونين تثنون عليهم إلى الأمانتان وتدعون أدو عيسى الله ميل استاهل كين لمناسبين إيه. هذه مساجد إلى تدعو إنسان وهم بني إنسان قال وحي بلا وين وانو استاهي الله وين وهبون قال النبي وحي فذاك بذاك وحي إذن سميين يا إحسان يا وحي إذن أرالك إذن غنين تاسع بدل كيلة إلى تدعو إنسان حتى نقال أدعو إنسان ونقع والقدان أنه سني أنه هني كريم وإلى الأمانة ود عيسان وشكر سعيد تاسع يا أبا القدوة رواه أبو داود والنسائي واللفظ له للنسائي موصول على موضوع على الحساب سنة كتاب صدقات أما باب الصدقات غيبي سيكال الدولة وإلهينا يفهم سيئ وإلهينا يكرم سيئ انت سالو وان كنت بين انت سالو نوع نهي وعشر كيلو دم بيجي وصدقات ان شاء الله هدوات من الله ويراه عرب الله هدو الى يراه الى كتاب الحج واصير الرون من اركان الاسلام والرون من الشرعات ان شاء الله انك حسين الله الهي انا اقبل وحي اوافقنا الهي وافق انت سوي الهي بان ما رفين يا اوال يا وح يا جزء يا كبر يا ناوي تنسل الله حق يا ثواب وحنا وافجي أسأل وهم حد نقينا أسأل وحمد لنا وحي قال يا قف يا قندر يا وحي إنو بيسنا وقندر لنا يا علم يران تنا يا فهم من أنا لنا في الشيطان سينا فهم سينا وقل حيا إلا ما دمنا في يوم مقفرة ويتسل الله سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله.